أما بالنسبة لحالة الاستثناء اللي قلنا عليها التي لا يتم إعدامها حتى إذا تم ضبطها في قضايا مخدرات، وهو مخدر الأفيون والأدوية الكيميائية يعني البرشام. فبالنسبة لمخدر الأفيون يتم إرساله بالكامل إلى وزارة الصحة لاستخراج المشتقات منه التي تستخدم في علاج الألم أو مسكنات الألم. أما بالنسبة للأدوية الطبية والكيميائية يتم أيضا إرسالها إلى وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها ومدى صلاحية استخدام المواطن لها، ثم بعد ذلك في حالة التأكد من صلاحيتها يتم إدخالها مخازن الوزارة، وذلك طبقا لنص المادة 481 و487 من قانون مكافحة المخدرات. ودي كانت التصرفات النهائية للنيابة العامة في كافة الأحراز المتعلقة بالمخدرات وقضايا المخدرات وكيفية التخلص منها وإنهاء الأمر تماما.